النقطة التانية، الناس ما تعرفش والشعب ما يعرفش انه الحصيلة الضريبية السنوية منذ سنوات طويلة بالمناسبة، حصة رجال المال والأعمال والمشروعات الكبيرة اللي بتحقق أرباح ضخمة لا تزيد عن 10 إلى 15% من الحصيلة. بقية الحصيلة بيجي من هيئة البترول، قناة السويس، البنك المركزي والبنوك التابعة وبقية شركات قطاع الأعمال العام والعام اللي بتشتغل لسه. وبالتالي 80% 85% من الحصيلة الضريبية سنويا بتيجي من الحكومة. القطاع الخاص اللي بيحقق الخمسين اللي حضرتك اشرت اليهم، او العدد من رجال المليارديرات والمليونيرات الكبار ورجال المال والألفين اللي احنا حصرناهم في المركز وممكن نبقى نعرضهم على السادة ما بيدفعوش اكتر من 10 ل 15% سنوي. جميل. اخر نقطة عشان الدكتور فخري يرد على كله. اتفضل. الناس ما تعرفش انه رجال المال والاعمال اللي خدوا اراضي على انها اراضي مستصلحه وضيعوا علينا فرصه تاريخيه لما نسميه في الاقتصاد الاوبورتونيتي كوست، اللي هي فرصه انك يبقى عندك اراضي مستصلحه وبالتالي تغطيك في احتياجاتك الغذائيه، خدوا 1,250,000 فدان على مدار السنين ال20 الاخيره بحجه انهم هيستصلحوها فحولوها الى كومباوندز ومنتجعات سكنيه، حققوا من وراءها ارباح لا تقل عن 300 مليار جنيه. طيب هذا